كما التقى معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية مع معالي السيد جبران باسيل وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية اللبنانية، وذلك على هامش مشاركة معالي وزير الخارجية في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المنعقدة في مدينة بيروت بالجمهورية اللبنانية. وخلال اللقاء نوه معالي وزير الخارجية باستضافة الجمهورية اللبنانية للقمة العربية التنموية وحسن الإعداد لها وتنظيمها، معبرا عن اعتزاز مملكة البحرين بالعلاقات الأخوية مع الجمهورية اللبنانية وحرصها على الأمن والاستقرار فيها وعلى تعزيز التعاون الثنائي بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين واستمرار التنسيق المشترك إزاء كافة القضايا والحد من محاولات التأثير على العلاقات بين البلدين. من جانبه أعرب معالي السيد جبران باسيل عن خالص تقديره لمواقف مملكة البحرين الأخوية تجاه الجمهورية اللبنانية وتطلعه لتعزيز العلاقات بين البلدين والمضي بها إلى آفاق أرحب، متمنيا لمملكة البحرين المزيد من التقدم والرخاء.